أهلا بكل مشاهدينا في صباح الشروق، وننتقل الآن لنتعرف على أو نتطرق لأهم الأخبار الواردة صباحا على موقع شروق نت. داخل الاستوديو لتحليل وقراءة أهم الأخبار معنا الأستاذ بليغ حسب الله، رئيس تحرير موقع شروق نت. أهلا مرحبا بك أستاذ بليغ، صباح الخير عليك. ونبدأ أولى الأخبار لهذا الصباح على موقع شروق نت، وحميدتي وحمدوك ينهيان زيارة الخمس أيام بالجنينة. عاد للخرطوم مساء الأحد قادم من مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور وفد اللجنة العليا لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بعد زيارته للولاية والتي امتدت لخمسة أيام. وتم خلال الزيارة توصل لاتفاق بوقف العدائيات بين الأطراف المتنازعة وتشكيل لجنة لتغسي الحقائق حول الأحداث المؤسفة بالمدينة. وكان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم وزراء مجلس الوزارة الثقافة والإعلام وديوان الحكم الاتحادي وعدد من المسؤولين بالدولة. ووقف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو يرافقه رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وأعضاء اللجنة العليا لمعالجة أحداث مدينة الجنينة الخميس على الأوضاع بمعسكر كيندينغ في عقاب الأحداث التي شهدها مؤخرا. وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة على أرجاء المعسكر وشهد حجم الدمار والخراب الذي لحق به، كما استمع لبعض المواطنين عن طبيعة ما حدث وأسبابه ودوافع. أستاذ بليغ، قراءتك لهذا الخبر، يعني حميدتي وحمدوك ينهيان زيارة الخمس أيام إلى الجنينة، لأي مدى يمكن أن تكون أثرت هذه الزيارة فيما يدور بولاية غرب دارفور مدينة الجنينة تحديدا؟ أعتقد أن الأوضاع في ولاية غرب دارفور بالتحديد خلال الفترة الماضية كانت أوضاع صعبة جدا، وكانت تتطلب مثل هذه الزيارة المهمة التي اعتبرها أطول زيارة لرئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، امتدت لخمسة أيام لعظمة المهمة التي كانت تتطلب وجودهم في هذه الفترة. الزيارة شملت سلسلة لقاءات بدأت من حكومة ولاية غرب دارفور بجميع طاقمها، وامتدت إلى جميع الأطراف حتى الأطراف التي لم يشملها النزاع، وشملت أطراف النزاع وتخللت لقاءات وتوجيهات مختلفة، انتهت أخيرا أمس بالتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الذي خلف عدد من القتلى. نتمنى لهم الرحمة والمغفرة وعاجل الشفاء إلى جميع جرحى هذه الأحداث الذين تم نقلهم إلى العاصمة الخرطوم، ويتلقون الآن العلاج في مستشفيات معينة في الخرطوم. الزيارة كانت زيارة أعتقد أنها مهمة جدا، وتتطلب مزيد من العمل بالتحديد في ولاية غرب دارفور وبعض الولايات الأخرى التي فيها والتي هي مناطق هشاشة، مناطق هشاشة على سببتها النزاعات الطويلة في هذه المناطق من مناطق أخرى شهدت وما تزال تشهد الحروب. والحل الأمثل بالتأكيد لمثل هذه للنزاعات القبلية وجميع النزاعات المتعلقة بأمر الحرب هو السلام الشامل العادل الذي يداوي جراح الجميع، وهذا ما تعمل له الحكومة الانتقالية، وهي الآن موجود وفد منها في جوبا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الجراحات. ولا بد أيضا من إعمال مبدأ العدالة ولا تنازل عنه أبدا في مثل هذه الأوضاع، ولا بد أن يأخذ المخطي جزاءه وفق القانون، ولا بد من التمسك بمبدأ القانون حتى لا تتكرر
مثل هذه النزاعات، أيضا لا بد من العمل على تقوية الحكومات المحلية حتى تقوم بدورها كاملا، ليس في ولاية غرب دارفور فقط وإنما في الولايات الأخرى التي تشهد الآن احتقانات. لا بد من هذا العمل، ولا بد من تعزيز الأمن في هذه الولايات، ولا بد من العمل الأهلي مع الإدارة الأهلية والقبائل، ولا بد من العمل عن قرب مع هذه العناصر حتى لا تتكرر مثل هذه النزاعات. نعم، نتمنى ذلك. يعني يمكن يعني حتى الآن بعد هذه الزيارة شكل الأوضاع في 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 مدينة الجنينة، يعني هل في أمن موجود يعني حاضر؟ لا قدر الله إذا حصل أي شيء جديد، يعني باعتبار أنه الأوضاع الآن حالية مستقرة في مدينة الجنينة، الأسواق فتحت، الناس بدأت تمارس حياتها بصورة طبيعية، لكن دور المجلس السيادي وهذه الزيارة، هل بعد هذه الزيارة والحديث مع المواطنين والتعرف على أسباب المشكلة والاشتباكات وغيرها في المعسكر، هل الآن في أمن موجود في مدينة الجنينة؟ يعني تحسبا لأي طارئ مثلا؟ الآن الأوضاع في مدينة الجنينة هادئة، وحتى دفعت الحكومة المحلية في ولاية غرب دارفور إلى رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة، والآن هناك موجودة تعزيزات وقوات عسكرية كبيرة جدا وصلت من خارج ولاية غرب دارفور لحفظ الأمن ولعدم تكرار مثل هذه الأحداث، بالإضافة إلى أن غالبية هذه المكونات اقتنعت، أعتقد أنها اقتنعت تماما بأنه طريق القتال لن يؤدي إلى نتيجة غير سفك الدماء وفقد مزيد من أرواح الأبرياء. نعم، أيضا من الأخبار على موقع شروق نت لليوم، مباحثات عسكرية بين السودان وقطر. التأمت بالخرطوم الأحد جلسة مباحثات عسكرية مشتركة بين السودان وقطر، تناولت أوجه التعاون العسكري في المجالات المختلفة وسبل تعزيزها. وامتدح نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد علاقات التعاون بين الجيشين، وجدد رغبة السودان في تطويرها في مجالات التدريب والتدريب المشترك. واستقبل الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد السودانية، إنابة عن رئيس هيئة الأركان استقبل ضيف البلاد الفريق طيار ركن غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة بدولة قطر الشقيقة الذي يزور البلاد والوفد المرافق له. من جانبه أشاد رئيس الأركان القطري بالعلاقات بين البلدين ووصفها بالمتجذرة والممتدة إلى المستقبل نحو تحقيق أهدافها السامية، وأضاف نتطلع أن يكون التعاون في المجال العسكري بين البلدين تكامليا. ويختتم الغانم زيارته للبلاد بعد ظهر الأحد. قراءتك وتحليلك لهذه الزيارة، يعني زيارة المباحثات العسكرية، يعني زيارة مهمة جدا بالتأكيد في هذا الوقت بالذات. قطر دولة مهمة تربطها بالسودان علاقات استراتيجية، علاقات أخوة. العلاقات العسكرية السودانية القطرية ظلت على الدوام متطورة، وظل هناك تبادل للزيارات مستمر لم ينقطع أصلا، وهذه الزيارة هي تتويج للعمل الذي ظل يقوم بين الجيشين في الفترة الماضية في مجال التدريب وفي مجال العلاقات المشتركة في هذا المجال. هناك أعضاء من القوات القطرية موجودون في الخرطوم من أجل التدريب، وظل هذا الأمر مستمر عبر التلقي التدريب سواء كان في الكلية الحربية أو عبر الدورات العسكرية المعروفة. ظل هذا الأمر يعني لم ينقطع أصلا. قطر دولة مهمة جدا في المنطقة. قطر الآن توجد بها أكبر قاعدة أمريكية. قطر دولة محورية ودولة مهمة، ولا بد أن تستمر العلاقات، ليس العلاقات العسكرية فقط إنما العلاقات على كافة المجالات مع السودان. نعم، من الأخبار أيضا على موقع شروق نت، حيمتي
الحسم لكل من يهدد الأمن القومي. شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميرتي الأحد على ضرورة فرض هيبة الدولة بتطبيق القانون عبر القنوات النظامية بإعطائها صلاحيات أوسع على أن يصاحب كل من القوات المتحركة وكلاء نيابة. وأعلن النائب الأول لرئيس المجلس عن قرارات سيادية ستصدر لمعالجة الخلل الذي أدى إلى انفلات عقد الأمن في الجنينة. وقال في تصريحات صحفية عقب التزام الأطراف المتنازعة بإقرار السلام والاستقرار بمدينة الجنينة أن التفلتات الأمنية التي شهدتها البلاد سببها عدم فرض هيبة الدولة وتقييد الأجهزة النظامية من القيام بدورها، مضيفا أن هذا التقييد ستتم معالجته بإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة حفظ الأمن بالبلاد. وحمل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي حكومة ولاية غرب دارفور المسؤولية في تفاقم الأحداث بسبب تحركها متأخر لمعالجة المشكلة، الأمر الذي أدى إلى انفلات أمني وتأزم في الموقف. وحذر الفريق أول محمد حمدان دقلو القوات النظامية من التقاعس عن القيام بدورها ودعاها للالتزام بمهنيتها والابتعاد عن الانتماءات القبلية. وأبان الدولة ستتعامل بحسم مع كل من يهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين، وأن لا حصانة لأي شخص أو أي جهة أو كيان يهدد أمن الدولة والمواطن. قراءتك وتحليلك لهذا الخبر؟ كلام حديث مهم جدا جدا، لابد أن تتمسك به الدولة على أعلى مستوياتها. العمل أنا قبيل زي ما قلت، العمل بالقانون، مبدأ القانون والعدالة والمحاسبة مبدأ مهم جدا في مثل هذه الأحداث، الأحداث التي حصلت في الجنينة، أحداث واضح أنه كان فيها تقصير من الحكومة المحلية التي لم تستجيب ولم تتحرك بالسرعة المطلوبة. لذلك أنا قلت من قبل أن لا بد من تقوية حكومات الولايات، ولا بد من تعزيز القوات الموجودة في مناطق الهشاشة حصل في الفترة الماضية بعد التغيير الذي حصل. هذه ليست مشكلة الجنية، ليست المشكلة الأولى، وأعتقد أنه لا بد من تقوية الأجهزة المحلية والدفع بمزيد من التعزيزات، ليس في الجنينة فقط وإنما في ولاية البحر الأحمر وفي ولاية جنوب كردفان وفي ولاية جنوب دارفور وفي بقية الولايات التي تشهد الآن احتقانات لم تكن هنا. لا بد من أن تتحرك الدولة على أعلى مستوياتها من الآن وتستمر وتدعم الحكومات المحلية لمواجهة مثل هذه التفلتات التي تحصل بين الحين والآخر، والبلاد مقبلة على توقيع اتفاقية سلام شامل. لن يكون هناك سلام شامل ولن يكون هناك أمن واستقرار من دون إنهاء مثل هذه النزاعات القبلية وغيرها وجميع التحديات التي تواجه الدولة السودانية. نعم، أنا شكرا لك كثير جدا أستاذ بليغ حسب الله على هذه المساحة التحليلية لهم ما ورد صباحا اليوم على موقع شروق نت، وأنت رئيس تحرير موقع شروق نت. شكرا جميلا أستاذ بليغ. شكرا. نتواصل أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، وانتهت الساعة الأولى من صباح الشروق، الساعة الثانية بعد الفاصل، كونوا معنا.